نحب الاستجمام فيها، ويعني واللي زايد اكثر انهم عندهم حلول لاي مرض وعندهم حلول لاي مشكله، وما يلقاش حل غادي يلقى حل هنا الحمد لله. يعني الحمد لله والله ناس كويسه ونراهم انقاذ في اللحظه الحرجه. يعني العاصمه هنا ونشوف المصحات ونشوف كذا ونعالجوا ونروحوا الحمد لله. يعني ما نلقى غير في الكناس طيبه والكلام الطيب، شفنا طيبة ويعني وشعب طيب كيما قبل كيما عادين قبل. يعني ما في شيء وين سيرحبوا اليوم ما انت بالليبية ولا لا؟ لا الحمد لله، الحمد لله. كلها بالقدر والحمد لله، وزيد حاجة ثانية يعني معاش نقولوا احنا العلاقة بين الليبي والتونسي فلوس وبرا او كيفاش معناها ايه ياخذ لك كيفاش معناها يستغلك شويه في الكراء وفي المطاعم وفي كذا، تغيرت الصوره هذه والحمد لله. يعني فما صوره هي اصلا ما انت على التونسي بين التونسي والليبي، علاش 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 يقولوا فما استغلال الساعه؟ شفنا شيء يقولوا فيه استغلال وكذا وهذا، لكن الحمد لله احنا وين ما نمشي نقولوا ربي يطيحنا باللي خير منا يعني الحمد لله. فهمتي الصوره اللي مرات يحكوا عليها وكذا، الصورة اللي يحكوا عليها بالحق يعني بدات يعني اكثر مره تو نجوا العاصمه هنا ونشوفوا المصحات ونشوفوا كذا ونعالجوا ونروحوا الحمد لله. يعني ما نلقى غير في الكناس طيبه والكلام الطيب ويساعدك وينعتك ويوسع باله معك والحمد لله. يعني ما شاء الله. بابا شنو عاجبك في تونس؟ والله انا من قبل نجاها يعني من قبل نجاها ونحبها الحقيقه، ونحب الاستجمام فيها، ويعني واللي زايد اكثر انهم عندهم حلول لاي مرض وعندهم حلول لاي مشكله. اللي باليوم يداوي في تونس ومرتاح كاينه في بلاده هكا ولا مرتاح وما يلقاش حل غادي يلقى حل هنا الحمد لله. يعني الحمد لله والله ناس كويسه ونراهم انقاذ في اللحظه الحرجه. يعني التونسي والليبي اخوات ما انت نلقاو بعضنا كان نلقاوش بعضنا في الشده وقت ايش نلقاو بعضنا هكا ولا الحمد لله. كان تحكيوا لي شويه على الاوضاع السياسيه والاوضاع العامه في ليبيا، هل اليوم ساعه نجموا نحكيوا على استقرار سياسي في ليبيا ولا لا؟ الحمد لله عندنا من عام بالضبط يعني امورنا باهيه، ما فيش حرب. احنا يهمنا في ليبيا احنا كمواطنين يهمنا يوقف الدم، الدم يوقف والباقي كله يعني الباقي كله يجي، لانه نلقوا حلول مع بعضنا ونقعمزوا الليبيين مع بعضنا ونشوفوا حل الواحد. فهمتي وبشوي بشوي يعني ويرطابوا القلوب على بعضهم وما تقعدش هذيك الانتقامات وهذيك، لان عمر نقولوا فيها احنا هي تصفيه حسابات تصفيه حسابات اللي صار في ليبيا بالنسبه لك انت. تصفيه حسابات بصفه غريبه يعني تصفيه حسابات احنا يعني نحمد في الله عز وجل العام. اهم حاجه في ليبيا يوقف الدم والباقي تو نلقوا له حل، تو بشوي بشوي نلقوا له حل. يعني قعمزوا الليبيين في النهايه ليبيا مع ليبيا قعمز، احنا نقولوا فيها يفضوها على قصعة كسكسي ولا بزين فهمتي، ويتفاهموا بعضهم وتمشي الامور فهمتي. لكن اهم حاجه احنا عندنا الدم يوقف والباقي تو كل الحلول كلها نلقوها فهمتي، وربي يقدر الخير. وين ماشيين امي متى؟ والله قلنا نحوسوا لهنا في شارع الحبيب ونديروا تصويرات معنا جوله سياحيه. عملتوا تصاور؟ لا كيف وصلنا كيف هبطنا بالتاكسي كيف كيف نزلنا نسكنوا في شيرة العوينه، قلنا خلينا نجوا انا اليوم دافي خير من امس وتبارك الله يعني جو شميسه مزيانه وفاضيين، قلنا خلينا نمشوا نحوسوا شويه انا وشو نعزوت حتى يتفردوا وكذا نعمل قهوه. بالنسبه للماكله التوانسه والليبيه كيف كيف ولا شنو اكثر حاجه تعجبك انت باب؟ انا تحبني اكله الحوت في ليبيا في تونس في تونس احسن ما عندهم اكل الحوت، عندهم درايه به عندهم معرفه به يشوقوك ليه حقيقه. يعني انا ممنون من الاكل نتاعهم بجميع اصناف الاكل نتشابوا فيه
لان ماكلتنا احنا حاره وماكله التوانسه حاره. اي ناكلوا زوز الحار. ناكلوا زوز الحار ونفس. اي وفرد سلوك وفرد الطبخ زي بعضه يعني. ونرتاحوا مع الطبخ التونسي. نرتاحوا والله. احسن حاجه هي تونس قراب احنا على بعضنا في نوعيه الماكل، في اصناف الماكل. عندنا الزوز الكسكسي وهذيك الجلبانه احنا نقولوا بازاليا. تقولوا جلبانه فهمتي؟ واللوبيا تقولوا لوبيا، احنا نقولوا فاصوليا يعني. وباكبك هذه اسمع الملاوي، اكل ملاوي الشباطي كله جربنا، حتى البلاوي جربناه. ايه عم نغير البلاوي فهمتني. ويعني والمطبخ التونسي يعتبر احسن مطبخ يعني ممكن عربي يعيش بجميع الاصناف فهمتني، حار ومتوسط وماشي متنوع. متنوع الثاني يعني في جميع الانواع. ما يشدلش مكان اكله معينه وخلاص ما عادش يضيف يعني. هم يبرعوا في المقبلات وفي يبرعوا هالبا يعني، يشوقوك للماكله يعني والحمد لله. وانت شنو شنو هي اكثر حاجه تعجبك ماكله؟ كل شيء الحمد لله. كل شيء تاكلي كل شيء كل شيء. مش كيما ريت النساء مش كيما الرجال. نساء ما تعرضي على نعمة ربي. اللهم عليك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.